السد اللي هو اثيوبيا عاملاه هناك ده عشان مصالحها، وان هي اثيوبيا دوله شقيقه وعندها مصالح ولازم نحترم مصالح اثيوبيا وكده. فاكرين القصه دي مش كده؟ عندنا وزير راي جميل قوي، وعندنا نظام مؤمن جدا بربنا، نظام الحقيقه مش بيتاجر بالدين ولا حاجه، نظام كده هبطت عليه فجاه السكينه والطمانينه وحسن الظن في المولى عز وجل، واليقين في قضاء وقدر الله، والرضا بقضاء وقدر الله. الحقيقة عندنا نظام كده مخزون الرضا عنده بيطفح زي ما المجاري بتطفح كده أيام قمة المناخ وفي اسكندرية وفي التجمع، مخزون رضا كده بينتشر. كل ما اتكلم واحد فيهم عن مشكلة يقولك ربنا، ربنا وحده أعلم، ربنا قوي يا ابني إيمانك والله أنت وهو، ويبارك في يعني في دينك وفي دين أهلك أنت وهو. حاجة عظيمة جدا، حاجة جميلة، حاجة مفرحة. الحقيقة النظام قدوة لينا جميعا، يعني لما أنت إيمانك يبقى ضعيف بس تفتح التلفزيون تسمع تصريحات وزير الرأي وهو بيقولك ربنا معانا، هي ماشية بقدرة ربنا. تفتح كده التلفزيون تشوف مدير مستشفى 57-357 وبيقول له مين اللي بيراقب، بيقول له ربنا بيراقبنا. تفتح كده تسمع السيسي وهو بيقول لك البلد بتقع بس ربنا مسكها. حاجه كده بص يعني حاجه تحس ان شعرك كده يعني في قشعريره بتسري في جسدك لما بتسمع كم الايمان والتقوى واليقين اللي طافحان من المسؤولين بتوع النظام دول. فالحقيقه وزير الراي عندنا المؤمن قوي التقي قوي الورع قوي اللي عنده مخزون رضا كبير قوي بيقول له احنا بنراقب ما يتم في اثيوبيا يوميا ولم نتاثر بالمال. ليه يا عم الحاج؟ والله دي حاجه من عند ربنا، اعترض بقى، اعترض على دين ربنا بقى. تعالوا نسمع. بيتم مراقبه ما يتم في اثيوبيا في منتهى الدقه بشكل يومي، يعني انا شخصيا بيجي لي تقرير يومي عن الوضع وبيتم ايه، وبناء على اللي بيتم الاعداد من الناحيه الماليه للموضوع. يعني ده من عند ربنا بالتاكيد طبعا، ما حدش له يد فيه، ان الفيضان العام السابق اللي هو فيضان المر خلاص اللي تم استقطاع فيه رقم اللي حضرتك قلته، حضرتك كان رقم دقيق. الفيضان اللي جه العام السابق كان اكبر فيضان في التاريخ، وبالتالي لم يحدث اي تاثير على كميات المياه المتاحه لمصر من الملء السابق اللي هو الملء اللي كان فيه اكبر كميه يعني ممكن تاثر عليه. لو حضرتك شفت مناسيب محيط ناصر النهارده، مناسيب تؤمن وتطمئن الشعب المصري وتطمئن حضرتك على اجتياز المرحله القادمه ب خليني اقول باقل تاثير على البحيره. يعني احنا بنراقب طبعا لان عمليه الاداره بتبقى صعبه جدا علينا، ازاي تدير وانت ما عندكش تعاون وما عندكش اي معلومات بتجيلك، ولكن بتجيب معلوماتك من الساتلايت او اي شكل حسابات احنا بنحسبها او نماذج رياضيه بنقدر نحسبها وبنقدر نشوف. كل اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ان الملك الثالث تم التعامل معاه فنيا بمنتهى الحكمه، وتم يعني خليني اقول تجاوزه، ونقدر نقول النهارده ما كانش في تاثير على كميات الميه اللي موجوده حاليا في، مش بسبب حاجه، بسبب ان الفيضان كان عالي جدا، فده شيء طبعا قدري. ما كانش عندنا تاثير الحمد لله بالملء الثالث يا جماعه، لان العمليه من عند ربنا والحمد لله. احنا ماشيين بالبركه، ماشيين ببركه يعني دعاء السيسي وام السيسي اللي كانت بتدعي له من هو عيل صغير. فعندنا وزير راي زي ما شفتوا كده الملء الثالث ما عندوش فيه مشكله. طيب هو جاب الكلام ده منين؟ جاب قصه ان احنا مؤمنين بربنا قوي ولازم لما بيحصل لنا حاجه هو من عند ربنا منين؟ ايوه زي ما انت قلت كده، تعالوا نشوف. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر، للمياه في مصر مصر. زي ما انتوا شفتوا كده كان بيكلمني دايما يقول لي والله والله لن تجد ضرر مننا، فانا حبيت ان انتوا تسمعوها منه وانا بشكره عليها، وانت سترى من المصريين برضو والله والله لن نضر بكم ابدا ان شاء الله. شكرا فخامه الرئيس. طبعا ابي احمد لو كان مسلم فهو يعني انا اعتقد انه الحد بعد المشهد المبتذل ده، لكن هو بيقول له فهو حلفه بالله، وعارف انت اللي هو الشنطه فيها كتاب دين اوعى تحدفها على الارض. هو السيسي بيتعامل معانا في كل الملفات ان الشنطه فيها كتاب دين، فاوعى تقرب مني انا بتاع ربنا، اوعى تنتقدني انا ربنا معايا. يا وزير الراي الملء الثالث ما احنا بتوع ربنا، هو ربنا اللي انقذنا. تمام طيب. واحنا بنشتغل الفقره دي فوجئنا بخبر لطيف قوي. الراجل بيقول لك هي ماشيه من عند ربنا وتم التعامل مع الملء الثالث. تعالوا نشوف كده اثيوبيا بتعمل ايه. طلعوا لنا الخبر كده يا جماعه، صور فضائيه تكشف اثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضه. الله يكسفكم يا شيخ، والله حرام عليكم، انتوا خليتونا نكته والله. انا مره انا فاكر في يعني مقدمه من مقدمات البرنامج
قلت ان النظام بيتعامل مع اثيوبيا في موضوع سد النهضة زي قصة عباس واللص، اللي هو دخل لص البيت عنده ورسم له دايرة وقال له لو خرجت بره الدايرة دي انا هعمل فيك وهسوي فيك. فراح عباس فضل واقف جوه الدايرة، بعدين الحرامي دخل على مراته واغتصبها، وبعدين راح للبقرة بتاعته ذبحها، وبعدين سرق كل حاجة، وبعدين عمالين يصرخوا عليه يا عم اخرج، يا عم اعمل، يا عم طلع سيفك، يا عم اعمل اي حاجة. فقام خارج بره الدايرة. طب يا ابني روح الحق اللص، قال لك انا عملت منه مسخرة واكتسته خط الدائرة. يخرب بيت اهلك يا عباس. انت ضيعت البلد يا عباس، انت ضيعت بيتك ومراتك والبقرة بتاعتك ونهر النيل وكل حاجة، بس هي من عند ربنا، بس احنا جامدين قوي، بس انا خليته يحلف، بس الشنطة فيها كتاب دين. يا ابني اثيوبيا بتملي السد، بس احنا عدينا الملء التالت. يا حبيبي ما صحش عيب، بس اثيوبيا ملت السد اللي عملت الملء الرابع. طب هتعملوا ايه في الملء الرابع؟ احنا مش هنعمل حاجة، هي من عند ربنا، احنا مؤمنين جدا، احنا اتقياء جدا، احنا ناس بتوع ربنا يا جماعة. طيب تعال نشوف المهندس ممدوح حمزة قال ايه عن الملء الرابع لسد النهضة الاثيوبي. النقطة المهمة بقى اللي عاوز اشرحها ان الحائط السد عموما هرمي كده، يعني لما توصل لحده حد الاحتجاز الاعلى بيبقى عرضه فوق قليل جدا، انما في القاعدة تحت عرضه كبير، اذا عشان يرفع متر تحت محتاج كمية خرسانة كبيرة ووقت كبير، انما عشان يرفع متر فوق محتاج كمية خرسانة قليلة ووقت اقل. بمعنى ان الوقت المتاح لي عشان يعلي الحائط الاوسط هيقدر يعلي فيه اكتر كتير جدا في الارتفاع العالي اللي هو عفيه دلوقتي. اذا في الوقت اللي هو فيه النهاردة ممكن يبني لحد السد ما يخلص، لحد 640 عنده الوقت الكافي وكمية الخرسانة قلت، لان انت في القمة، فالقمة بيقل كمية الخرسانة. وانما هو هيحجز او هيبني حوالي 25 متر، يعني تقريبا او 22 متر في الحدود دي، وهيحجز السنة دي حوالي 25 ل 28 مليار متر مكعب، وده يعادل اكتر من كل ما سبق حجزه قبل كده. لو انا في السنة في الملء الاول والتاني والتالت كان مفروض يوصل لحوالي مثلا 39-40 مليار، هو عنده 22 بس، كان عنده مشاكل فنية، انما هيعوض كل ده في الحجز ده. في السنة دي هيحجز بالكامل كان محدد في الجدول ده، الجدول اللي مضى عليه وزير الري مع ترامب في واشنطن افتكر 2019، والان الملء الرابع هيوصل فيه الحجم ل 49 مليار. في الوقت اللي ممدوح حمزه بيحذر فيه من الملء الرابع، وزير الري بيقول اي كلام، وعبد الفتاح السيسي بيقول لك الشنطه فيها كتاب دين، ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي موجود في الامارات بيلتقي محمد بن زايد عشان يعملوا مباحثات حول الطاقه الكهروضوئيه، مشروعات الطاقه الشمسيه في اثيوبيا. في الوقت اللي السيسي بيلتقي فيه بمحمد بن زايد وبيقعد معاه هناك مع باقي الملوك والامراء والزعماء، كان ابي احمد موجود في الامارات، او يعني قبل ما السيسي يوصل وتقابل مع محمد بن زايد ووقعوا اتفاقيه بشان تطوير مشروع الطاقه الشمسيه. الخبر ده احنا ليه جايبينه في القصه اللي بنحكيها؟ عشان اقول لحضرتك فرق ما بين اتجاهين، فرق ما بين سياسة البركة، سياسة الشنطة فيها كتاب دين، سياسة احنا بتوع ربنا، يا ريت نبقى بتوع ربنا، بس انتوا مش بتوع ربنا ولا حاجة، انتوا شوية أفقين أصلا، كويس؟ فدي سياسة، سياسة اللي هي الدروشة وقول لهم بس احنا ربنا اللي حامينا ومش عارف ايه من غير ما تعمل حاجة، وسياسة دولة بتشتغل عشان مصلحتها ومش شايفاك أصلا قدامها ومش مهتمية باللي انت بتعمله، ورئيس الوزراء بتاعها بيجي يحلف لك ويضحك عليك ويقول هل انت عبيط على راي الكوميك الشهير ويرجع، وبتولد طاقه من السد وبتروح. انا الحقيقه مش عارف الطاقه اللي بيتفق مع محمد بن زايد عليها دي هل هي من سد النهضه ولا لا، بس انا قصدي ان في دوله بتتحرك وفي دوله ثانيه رئيسها انتوا شفتوه قاعد عامل ازاي، قاعد مكسوف مستني قرشين يروح بيهم يعمل بيهم نجفه ولا يعمل بيهم اي حاجه. فالمشهد الحقيقة مشهد عبثي جدا فيما يخص سد النهضة، لكن وزير الري المصري
مش بس اتكلم على سد النهضة ويعني قال بعض التصريحات العبثية زي ما استعرضناها، لكن اتكلم على قصة مشروع تبطين الترع. الراجل المسؤول بيعترف بإهدار المال العام. الراجل بيقول اهو زي ما الصورة هتظهر قدام حضراتكم، تبطين كل الترع إهدار مال عام، المشروع القومي به مشكلات. طب هو حضرتك مين اللي يعني مين اللي خد قرار المشروع ده يا سيادة الوزير هاني سويلم؟ مين طيب اللي خد القرار ده؟ لا يمكن تبطين الترع بالخرسانة، تمام. طب مين اللي قال يا جماعة تبطين كل الترع إهدار مال عام؟ طب مين اللي خد القرار يا أخوانا؟ يعني القرار ده مثلا طلع كده نبتة كده طلعت لوحدها، طلعت بالبركة، ما كناش واخدين بالنا مثلا؟ يعني في دولة جوه الدولة، في وزارة جوه الوزارة، في رئيس جوه الرئيس، ما تفهمونا يا جماعة. ما هو من حق الناس تفهم. لما يطلع لي وزير في حكومة مدبولي اللي هو سكرتير في رئاسة الجمهورية عند عبد الفتاح السيسي يقول لي على مشروع قومي، يعني طالع من فوق، يعني طالع من السيسي، انه في اهدار مال عام، طب معلش والله مع احترامي يعني معلش احترموا رزالتي شوية. يعني هو مش المفروض ان ده اعتراف بالفساد بإهدار المال العام ده؟ هو مش دي جريمة؟ يعني هو مش ده فشل يا اخوانا؟ ولا احنا فاهمين الدنيا غلط؟ ما يمكن احنا فاهمين الدنيا غلط. يعني انا عندي مسؤول بيعترف بإهدار المال العام، والله لو ده حصل في بريطانيا المسؤول ده ما هيتسمى عليه. بريطانيا اللي انتوا فرحانين بيها وطالعين تقول لك الاسعار وما الاسعار ومش عارف ايه وامسك يا جدع واصل بريطانيا فيها مشاكل، اهي بريطانيا لو فيها وزير زي ده طلع اتكلم ان مشروع مش عارف ايه في اهدار للمال العام، والله ما هيتسمى عليه، هيتمسح بكرامه اللي جابوه الارض في الصحافه، وتاني يوم هيتحاسب في البرلمان، وتالت يوم هيقال، ورابع يوم هيتحول للجنايات. ما فيهاش هزار. لو شبه لو في ثبت اشتباه في تورطه هو هيتحول هيتحاكم. ولو هو بس مسؤولية سياسية فهيقال ومش هيعتبها تاني، حياته السياسية هتنتهي عند النقطة دي. ولو الأمر طال رئيس الحكومة سيقال رئيس الحكومة بعد استجوابه. الدول اللي انتوا بتحاولوا تقارنوا نفسكوا بيها وتقارنوا السيستم فيها ببعضه والأسعار فيها ببعضها، الدول دي لو فيها المصيبة اللي انا بتكلم عليها دي ان وزير بيعترف ان في مشروع قومي في إهدار مال عام، ففي حكومة كاملة هتمشي. انتوا بقى بتعملوا ايه؟ ولا حاجة. الوزير طلع قدام البرلمان قال الكلام ده وروح، واحنا اللي بنتكلم عنه. طب ده نظام؟ طب هل ده احترام؟ طب هل دي سيادة قانون؟ طب هل دي اي حاجة؟ الحقيقة لا. تعالوا نشوف الأستاذ مصطفى عبد السلام خبير الاقتصادي قال ايه على تصريحات الوزير. الآن إهدار للمال العام وتبطين كل الترع خطأ في اعتراف بوزير الري ونواب البرلمان، تأخرتم كثيرا في الوصول لهذه النتيجة، قسما بالله لو قيل هذا الكلام من أحد قبل شهور لتم اتهامه بالعمالة للخارج والخيانة وتشويه الإنجازات والإساءة للاقتصاد الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وباقي باقت الاتهامات المعلبة والمحفوظة والسمجة والتي كانت تلاحق الغيورين على وطنهم والمطالبين بالمحافظة على المال العام. ومع هذا الاعتراف الخطير والمتأخر أطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما مصير مليارات الجنيهات التي تم ضخها في مشروع تبطين الترع على مدى سنوات؟ وهل هل أن المشروع توقف كما ذكر بعض المواقع؟ السؤال الثاني، هل تم إعداد دراسات جدوى للمشروع قبل ضخ هذه المليارات؟ السؤال الثالث، من المسؤول عن إهدار المليارات من موازنة عامة تعاني من عجز حاد وتمويل بقروض من الخارج والداخل في تبطين ترع لا تحتاج أصلا للتبطين؟ الإجابة يا أستاذ مصطفى على لسان عبد الفتاح السيسي. نتابع. احنا واحنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها كنا هنحقق فقط 20-25% مما حققناه. خلاص كده عرفنا أستاذ مصطفى مين المسؤول ومين المفروض يتحاسب ومين اللي ما عملش دراسات جدوى. بلد فيها مسؤول بيعترف بإهدار المال العام على الهواء مباشرة أمام البرلمان وبعدين بيروح ينام في بيته قرير العين. ابتسم فأنت تعيش أسوأ عهود الدكتاتورية في العالم.